مرحبا مشاهدين تشبيه قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هاد المغامرة شيء مباشر. شوفوا من قلب الشركة اللي دارت فيها هاد الحريق. الحمد لله علينا. الحمد لله علينا هاد القادوس ما غرقش بزاف، لكن طحت. يا ربي ما نكونش مهرج. كم يموت يتحرق ديال المجهودات اللي كنقوموا بها مشاهدينا الكرام باش نوصل لكم ما يقع بليل الدار البيضاء. انتم شوفوا كم يموت يتحرق، هما هادو ها هما. وجه الوقع المدنية كما ذلك يقوموا مجهودات كبيرة من اجل السيطرة على الحريق. شوفوا فوق، شوفوا حسب معلومات قناة الشعب قناة شوف تي في بأن 8 ديال الشاحنات اللي تحرقوا بالكامل ديالهم. هانتوما كتشوفوا، هانتوما في متكونش الضربة خطيرة. إذا الوقع المدني باقيين كيحاولوا أنهم يسيطروا على الحرق. ليجير دبالك اخويا، راني غاد دبالي ولكن والله العظيم طاح خايبه. الله غالب من هادي خدمتنا، ماشي مشكله، هادي هي مهنه المتاعب باش نوصلوا للمشاهدين ما يقع هنا. هانتوما كتشوفوا يا ربي السلام عليك. الله يمشي تشوف مع الضغط مع تحت. هانتوما شوف مع الضوء مع تحت هنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هاد البلاصة فيها بلاصة فيها كيف اما كون تحت شي بلاصة اللي غارقة. هانتوما عطيني انا ديال الغاز، كون تحت شي بلاصة اللي غارقة وانا نعترف ما كنعرفش نعوم، كنت تحت كون مشيت احفظني الله. المهم انا يعني غد البال وغدو معايا تانتوما المشاهدين الكرام انتوما يا ربي السلام. الما سخونة قلنا ما غادي نرجع شغل بزاف. واو 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 ما يمكنش تسليم لهاد الوقاية المدنية اللي داخل لهاد البلاصة. تسليم شي طريق من هنا، نشوف هاد الطريق من هنا. قال لي حسيت بك اخويا. والله اخويا الضرب اللي ركبتي الحمد لله الحمد لله انني ما انتم شوف اكيد تحت اكيد تحت هنا لا يشوف نبغي الناس تنطح. انا هنا فين تحت هنا عرفتي كيف كانت غارقة. والله مشيت اذا عموما المشاهدين الكرام انتم تشوفوا
هذه الشركة ديال إنتاج الحليب هنا في منطقة عين البرجة بمدينة الدار البيضاء. خلوها هما ليها هجروها ومشاو ندوزو كيما بزاف. هادشي شنو هو فيضان؟ الحمد لله لا بخير غير كتسع عبد الرزاق ماشي حشومة. الحمد لله خويا راه كنت غادي نموت. حنا ما عندناش حق ندخلوا الشركة، ولكن هذه ملي كانت منين ماجورة غندخلوها. هذا ماجورة، شوف 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 هذا ماجورة غنسامحين فيها موالها إلا غادي ندخلوها. شوف 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 يا ربي السلام عليكم. شي كابل ديال الضو ضربنا ولا شي حاجة؟ لا هادشي بزاف. انا ما نشوف انت ما تشوف انت عندك انت. اذا هادشي متطابق شوف الجاج فين وصل. شوف 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 كبيرة للجهد لخير المدنية على المجهودات اللي يقوموا بها. المهم الله يحفظك أخينا الكل. شكرا خويا. الله يعادينا كنقوموا بالواجب ديالنا نتمناو بإذن الله سبحان الله العظيم. ربي ربي سبحانه وتعالى ديال بخير. داخل أننا ما كانش هذيك البلاصة وليد صابر قال الاخوان عاونونا فهمونا شنو واقع. هذه شركه ديال الحليب منطقه عين البرجة بمدينه الدار البيضاء بالضبط بمقاطعه السوق السوداء. هجروها ماليها خلوها ولو كيدخلوا للمتشردين، وقبل ساعات من الان شعلت فيها العافيه. وفي هذه الاثناء رجال الوقايه المدنيه كيقوموا بمجهودات كبيره من اجل السيطره على الحرائق كيف ما كتشوف. كنظن بان سي وليد غيكون فهم شنو واقع. انتم كتشوفوا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه. نشوفكم في رعايه الله والى ملقى.